العلاقات الجزائرية الفرنسية عمرها ما كانت على أحسن ظروف، ربما كان الجانب الدبلوماسي والآخر، ولكن بالنسبة للذاكرة هو صراع منذ 62، صراع قائم وسيبقى قائم. مستحيل مدام تقعد تصريحات، أعتقد تصريحات كانت فيه على مستوى عالي، وكان رد الفعل يعني سواء رئاسة الجمهورية أو الدبلوماسية الجزائرية كان قوي وفي أعلى مستوى. يخد بالنسبة للذاكرة والملف العلاقات الجزائرية الفرنسية، أعتقد بأن الفرنسيين محبوش يقنعوا باللي محبوش يعترفوا ويقتنعوا باللي أنهم عملوا جريمة في حق الشعب الجزائري. هذا شيء لا ما في معليش نقاش درك، والأكثر من هذا يعني تجي تصريحات من بعض المسؤولين ومن بعض المترشحين للرئاسيات وفي كل مناسبات. أنا لا أتكلم، يعني كل واحد من حقه يكون مترشح للمنصب ما يقول، ولكن ما يستعملش الذاكرة وما يستعملش دولة بحجم الجزائر في حملة انتخابية. هذا هو الشيء المؤسف جدا.